نبدأ في سورة الزلزلة. نعم. تفضل. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أولا قيل في سورة الزلزال أنها تعدل ربع القرآن، وقيل أنها تعدل نصف القرآن ليه؟ لما لها من فضل. وخدوا بالكم، سورة الزلزال من الصور التي تحتاج إلى تأمل في معانيها. ركزي بقى، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إيه زلزلت الأرض؟ يعني كل مشهد من مشاهد الزلازل التي نراها مشهد من مشاهد يوم القيامة مصغر. كل مشهد من المشاهد اللي احنا بنشوفها دي مشهد من مشاهد يوم القيامة مصغر. ونركز في كده كويس قوي. طيب، وأخرجت الأرض أثقالها. الأرض تحمل في بطنها كل الأشياء. أنت وأنت تمشي على الأرض متكبرا متمخترا تقول لك الأرض: يا ابن آدم ارفق بي وأنت على ظهري، فغدا ستكون في بطني فأفعل بك ما تفعل بي. ولذلك من أوصاف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يعني هونا بالراحة، لا، بهدوء. إذا غابوا افتقدوا. يعني ايه؟ لما يغيب يقول لك فين فلان. واذا حضروا لم يتصدروا. لما يحضر ما يحاولش يجذب الانظار لنفسه ولا يخلي الناس تلتف حواليه. يحضر في المكان يبقى اثره موجود، لكنه مش عايز يلفت الانظار اليه ابدا. عايز يكون مجهول كده، محدش يعرفه. ولما يغيب يحضر. واذا رآه احد الناس ذكر الله. اول ما يشوفه كده يذكر ربنا سبحانه وتعالى. هونا لوحدها يعني ايه؟ اما احنا بنقول اهو هونا. يعني ايه؟ انا مش فاهم. امنا، امانا، سلما، سلاما. لا فساد، لا تدمير، لا اذى. كلمة هونا دي اللي حضرتك بتقول هونا دي، هونا دي كبيرة قوي. ايوه، هونا احتاج الناس اليه ولا يحتاج الى الناس. ماشي. صبر على اذى الناس ولم يؤذ الناس. ده معاني كتير قوي. خالص. دي كبيرة قوي. امال هو ربنا صدر بيها ليه؟ خدي بالك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خدي بالك من الترتيب. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ركزي. ما ركز اهو. ركزي قوي. خدي بالك. العقل بتاعي وبتاع الأستاذة دعاء يقول إن الصلاة أهم من الناس. مش كده ولا إيه؟ فكان يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ويبيتون لربهم سجدا وقياما. لكن قال: لا 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 لا، ما هو إذا لم يصبر على أذى الناس لن تستطيع أن تكون له مقاومة داخل الصلاة لشيطان الصلاة، فلن يخشع ولن يخضع. خدي بالك. ما هو ربنا بيجمع له الأمرين أهو، بيجمع له جناحين العبادة: التعامل مع الناس والتعامل مع مين؟ مع رب الناس. روح لسورة البقرة تلاقي ربنا بيكلم بني إسرائيل. وقبل ما يقول لبني إسرائيل صلوا صوموا أو صلوا زكوة، قال لهم إيه؟ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. شوف الجمال. ها، وقولوا للناس حسنا. عيسى ابن مريم وللناس. للناس، لكل الناس. سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام كان يمشي مرة مع الحواريين فرأوا كلبا ميتا أعزكم الله. فقال الحواريون: ما أنتن رائحته. فقال عيسى: ما أجمل بياض أسنانه. كل إنسان يرى بعينه. وخد بالك، العين اللي انت بتشوف بيها هي التي ستحاسب بها وعليها. شوفي بقى،